السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الصباح نتكلم عن مكون الإكرايلاميد الفرنسية الأكريلاميد. وهذا الإكرايلاميد هذا المكون يتكون لما يعني نسخن النشا ستارتش يعني في الدهون في زيت على حرارة مرتفعة يعني تقريبا 150 200 و 250، وهي الحرارة التي نستعملها مثلا هذا اللي كنسميهم شيبس والتي نستعملها لهذو الفريت يعني هذو الفرنش فرايز ولا الكريسبس. هذو يعني أن البطاطا المشوية أو المقلية في الزيت يتكون فيها الإكرايلاميد. فالمصدر الأساسي والمصدر الخطير لمادة الإكرايلاميد هما هذو يعني البطاطس المقلية أو المشوية في الزيت على شكل شيبس أو على شكل فريت يعني على شكل فرنش فرايز ولا على شكل كريسبس. هذه هي المصدر الأول. هناك من يتكلم عن الخبز المحروق وعن البسكويتات وعن أشياء هكذا فيها أثر الإكرايلاميد، نعم، لأن يجب أن يكون نشا ثم يجب أن يسخن على حرارة عالية في الدهون، باش نكونوا واضحين. أن هناك من يخلط بين الميلانويد الذي يتكون ما بين السكرية الأمينة الحمضية الأمينية لما نسخن وما بين الإكرايلاميد. الإكرايلاميد يتكون من النشا فقط وليس هناك يعني بروتينات. الإكرايلاميد يحدث انزعاج على مستوى الجهاز العصبي، ولذلك نلاحظ الأطفال عندهم كثرة الحركة، ويحدث انزعاج على مستوى المعدة يعني ستوميك أوبسيت يعني بعض الأشياء تقع يعني في سوء الهضم وما إلى ذلك، ثم أنه يكبح بعض الأنزيمات ومسبب لبعض الأشياء الخطيرة ولم يتم اكتشافه إلا في سنة 2002 يعني بمعهد ستوكولم هو الذي اكتشف هذا يعني هذا الإكرايلاميد سنة 2002 هذا. ويعني هذا المكون ومكون يعني خطير جدا خصوص بالنسبه للاطفال لان الاجسام ديالهم يعني عندها وزن يعني صغير، يعني الطفل يكون عنده وزن 15 كيلو الى 20 25 حتى 30 كيلو لانه يعني يحتاج كميه ضئيله كي يتسمم، ثم ان الاطفال هم الذين يستهلكون هذه الاشياء يعني الفرنش فرايز وهذه الكريسبس يعني هذه البوتيتوز هذه الكريسبس. وهذه الاشياء يجب ان ينتبه اليها النساء ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.